54 ووفاتين. وأضاف العثماني في مقابلة مع الجزيرة أن حكومته قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس. مطلوب من المواطنين طبعا أن يبقوا في بيوتهم ولا يخرجوا إلا لحاجة حقيقية، إما للتسوق وإما للذهاب إلى العمل عندما يكون الذهاب إلى العمل ضروري بالنسبة للناس الذين لم تغلق محلاتهم أو أماكن عملهم، أو للتداوي مثلا أو شراء الدواء أو الذهاب إلى الطبيب. من غير هذا فمطلوب من المواطنين أن يبقوا طبعا، لكن يمكن في المرحلة المقبلة أن نقيد حركة المواطنات والمواطنين أكثر. وشدد العثماني للجزيرة على أن الإجراءات الحكومية تسعى لتجاوز خطر مستقبلي، ودعا العثماني الجميع إلى التعبئة وتجاوز الخلافات والعمل على حماية الوطن. تعبئة المواطنات والمواطنين زادنا نحن المسؤولين حماسا في العمل، وأحسسنا بأن هناك تفاعل قوي جدا. وأريد أن أؤكد أن الجميع معبأ ليل نهار لمواجهة هذه الجائحة ومواجهة آثارها، سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية. وهذه اللحظة تحتاج فعلا إلى أن نتجاوز الخلافات السياسية أو الحزبية أو غيرها، والهدف الوحيد هو حماية صحة الوطن، حماية صحة المواطنين، وأيضا العمل لتقوية الاقتصاد الوطني وتجنيبه المزيد من التداعيات في المرحلة المقبلة.